السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو نموذج أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط. هذه الأسئلة وجبت وياها الحل، يعني راح أقربها عليكم. هذه الأول سؤال، القطعة الخارجية، وهذه الأسئلة عليها، يعني هذه القطعة الخارجية. السؤال الثاني هاي يعني الستوري تايم. السؤال الثالث الجرامر اي، وفرع بي الاختيارات ايضا جرامر going to وشود وماست، هاي كلها شرحتها. والصفات adjective. او السؤال الرابع الاسقاطات، هذه يعتمد على المعنى، موجودة التمارين. او السؤال الرابع فرع بي الاختصارات والمعاكسات. والسؤال الخامس هذا السؤال الخامس الإنشاء، جابون على أي وعلى بي. لو جابون على أي لو على بي، لكن ما جايبين لكم تنقيط، ما جايبين تنقيط أي. يعني إن شاء الله تستفادون من هذا النموذج، هذه الأسئلة والجواب هياتها الأجوبة، هياتها الأجوبة. هذا السؤال الأول الحل باعوا. السؤال الثاني أسئلة القصص، والسؤال الثالث أي وبي، وهذا السؤال الرابع الإسقاطات، والسؤال الرابع بي السبيلينج الإملاء، وهذه الإنشاء، اكتب مقالة قصيرة حول تنظيف شارع وعن إنشاء رسالة أو استقبال المعلومات والرسائل. يعني هذه إنه الأجوبة النموذجية، يعني هذا الفيديو أسئلة اللغة الإنجليزية، الأسئلة مال نهاية الكورس الثاني وياها الأجوبة، هذه الأجوبة يعني، وهذه الأسئلة. خاف ما واضح الفيديو، نزلتني بقناتي على التليجرام وراح أنزله على المنتدى. هذه الأسئلة وهذه الأجوبة.